بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان يواكيب قل هي اللي تبناد، وهي كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وحين كسوة جري كتاب الفضائل باب فضل المشي إلى المساجد، هو بابي هاي فضلك أي قيمة هي قايها كتشرة إن لو لغي الله سعوده مالها صلاة هل قدت كذو. المساجد وجمع مسجد أو مسجد لابد بوالا شيغا مفعل يمفعل بين لغا كينو قوبتا لغا سجود أيو أما ميشا لغا سجود أيو لغا ودا إيشا وچيغي لغا صلاة دولك الله لغا مركا لتوكان أيو مسجد والا إذا هذا مسجد نوال إذا هذا مساجد نوال وجمعية قوبت اللغو تكن أيو مكان كأنا والا إذا هذا مسجد يا مسجد با مساجد نوال وجمعية مسجد كل لغاهان مركوا موضع السجود أم أما وعضو يماشى لغا السجود ولغاهان شرع أهان وعضو الكوردن أرض إلهي وردن با مسجد مساجدنا ينوء حديث خصائص النبي كشيكين زيبا تلمانتي عرفي كهوسي وخاصة أيات شرو مسجد هذه اللي إطلاقه وقوبت شنطة صلاة اللي قلت كذا اللي قلت لك علي صادرت المصلها عيد اللي قلت كذا من حيث اللغة والشرع ومسجد، لكن عرفي خاص كشرعي يهوسي مساجد معها صادرت مصلها عيد وأحكامت مساجد قاضا مايو أصغوا لغة وشرعنا مسجد مركا مقعه قوني دي هوسي مسجدكو وقوبتا لوغو تلقلي شنطة صلاة دوت يوحي لها المال إن لغو تكادو أحكام خاصة أيين مركا مساجد دولي دهي مكانكا يقوبتا لغو تكانا يو ummadii horena waa lahaayeen inagoon way wareeno masaajid baa la oran jiray ama biyaac iyo kanaais iyo waxa ku sheegtaba, laakiin waxa anagu goonida aynu lahaynaa waxa weeye goob kasta oo salaada kugu qabataad ku tukanaysa. Ummadii naga horeeyay goobtay salaada ku qabato way ku tukan jireen, laakiin waxa shardu u ahaa inay hubaan goobta inay daahir tahay. Goobta ay salaada ku tukanayaan waxa shardu ahaa inay hubaan way hubsadaan daahirnimadkeeda. Inagu maxaynu kaga duwannahay haddaynu muslimiinna? Waxaynu kaga duwannahay goob kasta oo salaadu nagu qabataan ku tukanaynaa oonan hubin inay nijaas tahay. Farqi baa inoo dhexeeya. Iyaga shardi maxaa laga rabaa? Inay hubsadaan goobtu inay daahir tahay. Inaguna meel walba salaadu nagu qabato waynu weysaysan ama gabagabaysan waan galaynaa haddaynan ku ogeyn meesha iyada nijaas. عدم العلم بالنجاسة بأنك شرط ينوأه أيون وحا شرط هو التحقق من طهارة الموضع والمكان. فرق قاسة أولي يا مسلمين يوم هذه نقه الرئي مركة مساجد فضل وحاق فلان للك إلهي ميشو ربي أقول جعلي هاي وي ملك لو قيمة بدنا ما يجرتو مسجد كوه الرئي أدونك الله كينا ومسجد الحرام سيد القرآن كتل مامي ملايك باب اللوضي ونبي الله آدم با ضيع تري يا ما يا ملاك باب اللوضي إبراهيم يولكيس إسماعيل أيا رما يستري لبضو والله شجع كدبنا وحاكو حجي مسجد بيت المقدس مسجد الأقصى باكو حجي أصون ملاك باب اللوضي ما يا نبي الله آدم باب الله ما يعقوب باب الله بي رأي يعقوب ابنه بالله بي ابن إسحاق ابن إبراهيم بان الراجحة سجى الراجحة لبدا مسجد فرتن سنة ودحي سي أما ملاك ها أساسته أما أبونا آدم ها أساسه أما النبي الله يعقوب هي أبوك إبراهيم كلا أساسين. إذن ترميم كاسمها الدنبير لشيء النبي الله سليمان بن داود إنه أصغ بيت المقدس لسي وضيعتر إيه لما يستربوها إما هين تأسيس تأسيس كسام ملايك بإسكاله أما أبونا آدم بإسكاله أما يعقوب ابن إبراهيم عفوا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بإسكاله انت سا يا اساس هي اصول مساجد انتو شيخ هذا كشغل وانو اركينا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور من غدا روحي أجرمالا أما أكلها إلى المسجد مسايدك حقيس أو راحة أما أعرابة أو بقولة أعد الله له ربي وحور ديار قرية في الجنة جنة قده هذا نزلا مرتصور نزلك والروح قرية هذا يما دوحي أتقو سورييسو انتو دون بألاك وحي أتقو حرميسي كرامان لوسيو أي نزلك الليل هذا كلما غدا مروا بالمسجد وكلها ما هو عرابه أو راح ما هو عرابه متفق عليه حديث هو أنه صوم الرئي باب فيها باب بيان كثرة طرق الخير بين صوم الرئي عباك أغنقون مين وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر الروح ويسقات في بيت قرب سكو ويسقات ثم مضى آذو الرقاق إلى بيت من بيوت الله قرب كمذا قريها إلهي ليقضي سوق تأوجد فريضة من فرائض الله واجب كمذا واجب يد إله السارة وشنت الصلاة ويحل لها المالاء كانت خطواته ورواية كلي ورواية كلي كانت خطواته تلابيس وحين نقول أن أقاضي لابد اللغوط با وحلقة دقى الجمع ما دام اللغوة الباقي تلابة بدن الله إيمان يسو كانت خطواته تلابيس كيس وحين نقول أن إحداهما مدود تحط تير دين قنيسا خطيئة تنقف بالك قتريا لابد اللغة تبيعها وحال ربك وقلها فيا الدنبي والأخرى تكلون ميديك تانا حديث كلا عدي ترفع درجة دل عسين بال يكوهلا يا درجة كرلو يا ميشات جوكتي يا لغا دل عسين يا دنبنا واللغا تريا مركزاسة كتريسا وحلقا مصحو يا دل عسين يا قرادع صبت كهريسا تلابوين كادو قاديسي بيود إلهي أدو دون أين أدو واجبات كسو قد تمرك وإن لغا فائده استو لقد ده له شاء يدا حديث كي مسلم أصغوا رواية كالو حديث كولاية بل من حديث غير أبي هريرة وحكو يمد كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفعه بها درجة ويحط الله بها عنه سيئة صدح راسا لسكو قد رياه تلاوة كستا أدقادو هل أجرب لغو قرية حسنة لغو قرية هدنا تلاوة كستود قادو دل عسين مشا دقنايد وطبق كوبادا كلابات بلغو قينية بوغ كوب لبادا دقو قرية كصد حادي كسر ريال لغو قينية أجر لغو قرية دل عسين يدن بدافيد بالسكو قادر ريال إذن تلاوة كستا صد أجربات كيليس إن حسنة لغو قرية إن لغو دل عسيو إن دن بلغار ريدو مش حديث كان هذا إنه هاي نقول لبا بس الشيء سوابكونا وحاويان و شيء غير شيء ديسو ما انفي ما ديده هي كبدن القليل لا ينفي الكثير بينهم وداده هذه لبا اجر لا شيغي صدحدو ديدي ميسو وافل الهي صدح ما ديديسو وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من الانصار من انصار ذو حوها روايه حديث كولاي هي ان ادير كيف اهابور ابي بن كعب إن أذير كيبو هنن كان أنصاريد كان رجل من الأنصار إن أنصاريد وحوها لا أعلم إذا أغين أحدا آدم أبعد كفك من المسجد أشواء أشياء تقانين عهدي ومسجد النبي محمد بهلو جيدا منهم من الرجل نينك أصقع أحد مساجد النبي محمد أغفك ما أغين بور رواية يقول عهدي وحود قنابه الضرف كأيض عشا مدينه قولي حق أصقع كأمتشرين وكانت وحيد لا تخطئ مديسن سيرين اما قفين صلاه صلاه ايسن سيرين اسوغو سيدا افق وغرغيس او كو يالا ميلان دوين هدنا صلاه سيرين جيرتي او نينكا دافي جيرتي ما جيرو فقيل له او قلت له في روايه وحا لوغو ييري اما انوغو ان كوري ابي لو اشتريت حمارا هدا دمر سو ايبسو سوما فعلان لهي تركبه في الظلماء حلغا مغدي او غدرك اد غاديدسته وفي الرمضاء حلق كويك عاقبية عيد أي سراد أد قادت ستو يعني ونكسن الله يدبرون حلق مقدقة إلى المدينة وحي أهيد ويهلق بضنيت ميل هلق بضن وقنين بضن بي أيضا بهلك وحق سيرا وكب بضنية لول بيرات بإسكاء هيد حافظون حافظة حيرمان بيل والبي يقويس والبميل قوني ودقنائي انت اسكو الرأس أبي اسفهم يسبق حافظ قوني ودقنائي ولا كلا يقال هذي قرحة صوب حضرة حجاز واتقانا وضب ينروي سمو وراك سلال الله إن سلالها عصر كي الظهر كا عقب يدودا
قايدات كسو كالميستو يي خيلغا مغدغه قايدات كالميستناد ايبسوتو قال وحول الصحابي ابي بن كعب نادير كي اها ما يسرني كما فرح سني اما فرح قالين ايو وما بغيو ان منزلتي ان منزلي غرغيغو انو اهاد الى جنب المسجد نبي محمد مسجد كيسا دنيس ان غرغيغو غور نبي محمد لو قبطو نبي سو اغدغو ما جعلي بوري غرغا فغاد وغادكا روايه حدك اوليه هي انت نولا بوبي و خو يري نينكا اري ان قونسدو اون اريغا كا اهين كوما ارق بو وبي وحوقاتي نكون منافق يهيبا نينكا لما جعلي او كوما فرحسن ان نبي لا سو درسو او نبي مسجد كيسي ان بالكا كوسو قبطو يا قربكا لو معنى احتمالا انو ليه هي غرغا فوق بان جعل هي اجرك اي رادك اي سانتان ربا ان لا يقرو ومعناها بنانك يا لو مركا نينك سو صلاه اوغد داليو قرائن الاحوال باتوسيس سو صلاه اوغد داليو جماعاتك اوغد داليو صلاه يسو سيرين با كوتوسينو سدا كو معنا كلنا ويسو نكون كرتايو درسك اسلام كي مسجد كي سي النبي كي سو مربه بلا هي دور كان دغاناني لبدا معنا با وادعي كرتا مركا و قونسداي ابي هذا الكي با النبي او شيغي بو منين كنت سدا كو ري هبل المدركا هاي يحلسو استاغي كو فرحسن النبي لا درس نبي وحول بلو ييرا والله ييرا ما حد كودي با لهير حو نبي الله وحان كودا سدا يا سدا وحان ربا ان لا يقرا سانتي رادكيغا تيبو نبي اوغا جوابي واحاديث لا قاطو روح مسلم كادو كسو بخو اري اي كسو وير كسو بخدا اما فل او لا ييماد فل كاسو لبا افلا حمانا نوقن كرا وناغنا نوقن كرا كفر نقون كرا وحان كفر اهينا كسوروبو ان لو وحان بارو ها سيدا وناكسن مركه سيدا وناكسن لو وحان باراي وحا شرط ايريغو لبدا معنى با اني اسمين سيسمن سنه وين نقون كرتا 100 كيبا كونتون سنه سيدا وين نقون كرتا 100 كيبا كونتون لكن هدي ارغو ظاهر او كو يهي لبدا من ميد كميده كونو خوق بدن يهي كا او كو خوق بدن لو خنبارا وا قضيه اجماع لما اول كرو لان النصوص تا يا عماشا يا افعاشا الضومدو ايمان يا كفر با وحا لو وديا لو حكم هيا ظاهر كا هولا هوسي ارادات كي قصود يا بواطن تو الله تعالى آثار السلف كان لغو وريه سيدنا عمر أمنا عائشة ابن مسعود جماعة من الصحابة والتابعين انت أدوير روح مسلمة كصوب بحدي ونا كوحن باري كرتان حماها كوحن بارينا باتفاق العلماء وحلوجي ذا ويردو مركي كوسي منتهي مركي أوسي ميهن عفوا لبدا معنبا هدي ظاهر مدوكوية هاي كاسا لغوحن باريا وكي سيدنا عمر وجد كما في الصحيح نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتو النولا وحي بالدن كحكم جري بول كوان مودن انو في عيني هاي يا وحي وكفر حالان جري كوان مودن انو حيني هاي يا قرآن كي نصوص الدفاع جرتي نبي قونا سيريا باطن با والو شيق جري انك استحكم كيس وظاهر كيس وظاهر نبي قوان وارن تيب الوحي قنا واقعي الله سعود المسلمين خطب كليس تاقم من برك عيلي نينك نوم وشي حمان حمان كحكم إناه وإن كانت ثريرته حسنة نينكي وناك نوموشية وناك بانك وردق مينا وإن كانت ثريرته سيئة هذه قاعدة عمر وأنا قاعدة الشريعة نبقى إن وشيك وحسابهم على الله قل يا مرك الجهمية إذا جواحد إيه ثمام من أشهز عيدا كيسي الزناد قد أدونك مانتر دوبا إذن أراني هذا القان لما كعد وإلا أول إسكا إلاليه هذا الكوناك كعد لأول مهايو مثل قال لماذا كعدنا لأول مهايو كلام المعصوم بل لأوله نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقرآن ظاهر كيس هدي أدلك لا أي كتوس تكاسة تأويل كلام حنو أولينا نصوص قرآن هي أحاديث النبي ظواهر تيدا محل أوله هذا معنى خلدن كدرين سيسو أديك فهم كذا جابن آدم أهان محله أولى إلا ذي شيء وحله أولى معصوم وينبغه وحيقول هو معصوم معناه خلدنا وين الدرينسيم مسورة قليل
معصوم مخل دمو وحي يقولون مخل دمو إذن ظاهر كان معناها خلدنا أنه كفها أنه أنك قونت نضقابا وحنكو قصبنا إن أولو وافجنه نصوص تكالي لأن المعصومة لا يخطئ ما فانتي أما أنوك أو حساني أنت لماذا معصومين ماها خطأ بأيغا صورة قال كفر بأيغا صورة قال لما أيغا صورة قش هذا الكي وحو ظاهر كي يلوح مبارية إن أذكر فانتان ويوح اللوف ظواهر النصوص لو أوليئيو وحا لو أوليئين أذيغا وحا كاسو فلا أدمي هذا فانتان وحا كوضو ما دام صوبانو خرد وسن كدعي كريم نس كان ظاهر كي سنموثون يوحا في عينين وان أولينا ليوافق النصوص الأخرى لماذا معصوم كن لا يخطأ لا يخطئ نس كان محخل دمي كره إذن لكن أضغو تمسي كافرا وتصبح مؤمنا والعكس صحيح إذن وحكا سوفلو وإن سديس اللغو حنبار ظاهر كا قرمان لين هاي مايا كدايا نسك ومركو سيسما حقي حق ورقاق مركا هذا النص مئه ومجمل ومشترك والنص عن عدين شرط يقول وحوها إري يقول فلك إنه معني سكو عداد صراحة أما ظاهر كوي هاي سيدنا وكلا هذا السحابي هذا الكيس محو احتمالي ما تشعر للنبي قال لا درسه محو نغن كرا تعايل لو نغن كرا أن تشعر هاي أجر كافر أبدا نعيب النبي قال نعبه هنا ونغن كرا إلا منافقين باب مشكاء هن مدينه وولب أنصار أها مهاجرين منافقين ما لهاي لم يكن في المهاجرين منافق أحد مهاجر ومنافق مجر نفاق أكبر كأنه قال لنا أحمد بعدي جماعة من السلف منافقون تو أنصار بس يا هاي ولب الدقيدة ويلد بس يا هاي ويلد أن يرون مرافق ما أنصارك مجر دقي رمدكم عيدا نوين ما وضع إسلامه ما مقشى دقيدة يشل علوس كاي تنعس كاوي نمك مرافقين تو يكتر أنصار بل يرضى ملايقة أهل التوحيد بآية وركز هذا أفهم المهم وحان أقول هذا السحابي وحور ما يصرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد وحان دوني ومرك الله ويدي كذب اختصار بحثك كجرة إني أريد وحان دوني وحان أقص دياوي أن يكتب لي إن لا يدق أجران لا يقر ممشايا صعد كيغا إلى المسجد أن أصل لغين أيه ورجوعي نقط كيغا إذا رجعت إلى أهل مركان أقد دومي الله بني رير كيغا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك الرب واسكوك دري ذلك أرنكاس سي صعد يسو صعد بأجر كيس كله لمانتي رواه مسلم باوريي رواية حدثك أولي أعطاك الله تعالى ما احتصبت أجمع وحي الأجر كدون يسي سعود يسو سعود بإله واسكوك داري هذا أنه كما قال مركز مساجد أحكام تيدا كتبت لغا قرية خاص كا تاريخ ذوذي فضائش وذي أحكام تيدا آخرية كتاب كلا يداد إعلام مساجد بأحكام المساجد لبدر الدين الزركشي أو شافعي وحاد كالوض آخرية كرتان تحفة الراكعي والساجد بأحكام المساجد للجراعي الحنبلي أصنوا الأخرية كرتان سعاة الماجد بعمارة المساجد أوليها شرم بلال الحنفي أصنوا الأخرية كرتان صدح هذا كتاب وهو كتبته وذلك من عماد الحنب شافعي أصنى تسيو القاصدي بأحكام المساجد ومطبوع ولي أصنى مجلد وينه كتبته ونضغ أخرية وحد كقعدان إن شاء الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال وحور السحابي أسخلت البقاع جمع بقعة وقوبتا أما قطعة يرى لك أوهية بنانة دليدة بقعة الليلة هذا خلت البقاع حول المسجد لولك أدى ومسائد كأيارك سهريري ساءها أيا بنانة دي خلت البقاع لولك باب بنانة دي ولقى قوري قيراك كعضي حول المسجد المسجد نبي حدا قار كساءها فأراد بنو سلمة ريب بنو سلمة وحيد دوني وقوس ريب بني خزرجأه سلم بن سعد الخزرجي جابر قيس كيسوي قيس كان ربنا سلم وحيد دمعين أن ينتقلوا إن أسو قوران قرب المسجد مسجد كان نبي محل أكتيس قل يا صاحب دمعين أسو قوران ما الفقن ويد قناين فبلغ ذلك النبي
shayga asagoo inay reer Banu Salima rabaan masjidka inay la soo darsaan oo meelihi banaana soo buuxshaan ayuu nabiga soo gaadhay. Faqaala allahu nabigu wuxuu ku yidhi balaaqani waxay soo gaadhay annakum idinku reer Banu Salimo turiduuna inaad doonaysaan an tantaqilu qurba almasjidi inaad u soo guurtaan masaajidka agagaarkiisa iyo hareertiisa. Faqaaluu nacam bay nabiga allahu meeshan waa banaanaad masjidka inay lala darsana way fiican tahay. Waanaga soo maray xadiidta lamidka ahayd inay fuqaha isku khilaafeen masaajidka in laga fogaado iyo in loo dhawaado kee wanaagsan kee fadli badan. Muran badan baa ka yaalla waxaa lagu gabagabeeyey guri ahaan iyo daar ahaan. Waxaa wanaagsan guriba gurigu masjidka u dhow yahay, saa darteed buu nabigu guri masaajidka oola darsay. Xagga diyaarta iyo guryaha markaad eegayso guriba gurigu masaajidka uga dhow yahay buu ka fadli badan yahay. Maxaa yeelay goobta dhulka ugu fadhi badan waa masaajidda, goobta ku xigtay la daristaana taafo ka fiican xagga. Laakiin jamaacada iyo ajirka iyo fadliga waxaa u qiimo badan saanba saantay ka fogtahay, tilaabada tilaabaday ka fogtahay, sidii lagu jamcin lahaa aday ku taalla. Warka miyaad fahantay? Waxay rabaan culimmadu inay jamciyaan nabi maxamedu masaajidka la daris ahaa oo sagaalkii si xaasba u soo dhaweeyey. Darisnimadiisa looga fadli badanayaa marka aynu kala qaadno soo lugayn iyo si lugaynayo goobta iyo dhulka la dariskiisa. Wadaaddu marka sidaas ay leeyihiin, daar ahaanna u dhawaashaha masjidka fiican, saan ahaan iyo tilaabi ajir ahaanna saanba saantay ka fog tahay ayay ka fadli badan tahay. Hadda ganacsi baaba galay masaajidda in loo dhawaado, waogtii masaajidda in loo dhawaado la dhiso ganacsi baa galay. Ninki doonaya in gurigiisu uusan kira waayin laga iibsado muxuu oranhaya qolka saddexdiyo fadhiga intaasan iibinaya, afartiyo fadhiga intaasan iibinaya, shantiyo fadhiga, labadiyo fadhiga kow, oo muxuu gurigaasaa masaajid weynna wuu leeyahay. Intaa waxaa lagu soo dumhayaa muslimiinta khayrka jecela, dhalinyaradina goob jiimna wuu leeyahay lagu leeyahay. Siyaasad baa gashay waaba daris la ahaa masuul amiin guri ka soo horjeedaan degana. Ninku kuyo iska lahaaba guriga lacagtiisi kordhiyay, waan kaa guurayaa baan ku dhahaa, ma intii aan deganaa wixii aan ku deganaa daa iska guur buur Soomaarid masaajid baa ii dhow gurigeyga kare ma waayaay. Waa ninka guriga masaajid kada ku dhagana luuqa yarka dhisay ka soo horjeedana dhisay kukuyaha waa gaal. Wuxuu dhahaa anigu guriga inuu kor u socdo mooyeen sidii subaxe kira ma waayahay, waxaan doonaan karaysan maxaa yeelay masjid baa daris la abuuray. Gaalada baa xataa faanta iskada Soomaalida iyo muslimiinta marka darisnimada waraageeda ka mid tahay wixii wanaagsan haddii dilala darso xun baa laga faa'iidi. Ashaabu kahfi aygooda waad garanaysa suu uga faa'iiday. Qaaluu nacam yaa rasuulallah qad aradnaa dhalika waanu doonay nabi allah wuxuu shaayada. Faqaala subhanahu wuxuu yidhi bani salim ayaa bani salim reer bani salimow diyaarakum tuktab aathaarukum gurihiina laazima diyaarakum ilzamu diyaarakum way halkiina jooga ku nagaada tuktab waxaa laydiin dhigi aathaarukum raadkiinii saantiina ajir laydinka siin diyaarakum tuktab aathaarukum nagu ugu celceshay. Faqaaluu waxay yidhaahdeen waagi dambe maa yasurna annaa kunnaa taxawalnaa walle inaanan ku faraxsanayn inaan soo guuri lahayn ma jeclin bay dhahen. Markuna maxay rabeen inay masaajid kusoo dhawaadaa wayna danaynayeen oo way kamanayeen. Markii fadliga ogaadeen waxay dheheen joogidda aan baaqanay ayaanu ka jecelnahay soo guuriddaan soo guurlay. Rawahu Muslim rawa Albukhaariyu macnaahu min riwaayati Anas, waynu soo maray xadiidka isagoo sidaan uu imaamku u sheegay. Xadiidkan oo min xadiidi Jaabira Muslim baa wariya, Bukhaarina isagoo min xadiidi Anas uu wariyaa. Wacan abi Mustajir idan waxaa laga fahmay oo fadliga masaajidda waxaa ka mid a meesha dheerad uga imanaysa ajirba lagaaga qoriyo salaadii iyo masjidka warqabkiisii ajir dheer baad ka helaysaa ee marka buyuudda ilaahay laga warqabo weeye. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا ضد كمدك او اجر وين في الصلاه صلاه قده يعني اجر صلاه لغا سيو ابعدهم اله اليها ممشا ومدك او سعود فوق ميل دير او يماده فابعدهم يمدك بكسي فوق يا هي فابعدهم فالامثل فالامثل فاد مركو وفاء الاستمرار وحل اورنجري وي
midu midku ka fog yahay ayuu ka ajir badan yahay tilaabadiisa iyo meeshu ka soo aadahayo iyo niyadiisa wanaagsan iyo intuu soo socday iyo waladii yantadiru salaah midka salaada koronaya xataa yusalliya ilaa la tukada maca alimaam imaamka la jirankiisa ayaa acdamu ajran ka ajir weyn min alladii yusalliha midka intuu tukado uma yaraamu haddana seexanaya intuu hormarsado salaadii boobsi iska tagahaya ninka salaada suga ha la daahiyo xilligu duuni imaamku ha yimaado ee masaajidka ku sii wardiya iska qur-aan akhrista iska suga kaasaa ka fadli badan muttafaqun caleyh maxaa yeele intaad salaada sugayso salaad baad ku jirtaa axaadiid kalead ku soo martana haddee idan meel fogood ka timaado iyo wakhti dheerood korato ood sugto salaada ayaa wax walba ka qiimo badan xaggeed u wardeeda adduunya iyo wax kalaba lama haye salaadaada iyo wakhtigaas yarka ka faa'iidayso وعن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه داود الترمذي بشروا أقول بشارية وإن خير لغوش يقول بشارة شيء خير كفر حضو إن لغوش يقول ولي بعضم لنا وقل رحصن لغوش يقول بشارة اللي هذا أنا أقول ريكون فرد بشارة لهنا ريوقين بشارة إلى هذا بعد يقول أنا أقول أنا أصدقنا وركوا دكتين بيلت بشر المشائين كو لوغين تبدن ان بان اسو لوغيه اوو بشاريه في الظلم مقدياشا قد عرضه في الظلم وجمع ظلمه الظلم وقرب او كلك قربه مركه مفرد كيده وا ظلمه مقديه قد عرك واو تقانان وي الى المساجد اسو لوغيه بالنور التام نور رميستن اوو بشاريه يوم الروايه ولي هي طبران يسوي حولي هي ومقدقة صلاة الفجر عشاء هي مغرب كما صلاة الصباح رواية لكن ضعف ما كجرة قول لها إن بغن أصول لغاية مساجدة هي مالها اللي قلت كان حلقة مقدقة نور رميستنا أقوب بشارية بالنور التامي إفيا إليس رميستنا يوم القيامة مالك آخر رواه أبو داود الترمذي أحاديث ضعف كجرة وحي تلمامي أدون كمكة للرغو أدون كالضوبو عر لغو كالاتغو goobaha masaajiduna ay soo haraayaan aqulko dhan baa la dumi la dumay la duminaya la rogaya oo la bedelaya illa al masajid ahadiith kala waxay tilmaameen inagu hadaan aadamanahay cirka markaynu eegno waxaynu ifa xidigaha ayaa nurkooda aragna malaa'igtuna markay dhulka soo eegto goobaha masaajid ayuu ifa hawada sare markay ka soo eegaan oo ka soo qoraansadaan dhulka ay arkayaan xidigooda waa maxay waa masaajida nuur baa ka baxay nuur baa ka baxay waa dhawd wakaalatu naasa ay dheen dhayax baan diray ilaaban la wareegna kacbada dul mare waxay dheen sawirkan qaadna wax ifahayoo dunida dhul ahaan loo garto inta yartay kacbada ku talaa ka jirtay xaqi bay rabaa inay kulmo nooga dhigaan anaga cilmi ku gaarnay annaga cilmi ku gaarnay aathaar baa ku timid malaa'igtu in markii hawada sare marayso ay goobaha masaajidda nuurkiisa kaliya arkaa aathaar baa ku timid malaa'igtu ahlu samaa dhawaqay maqlaan oo cir dhulka ka yimaada aadaanka ka jira malaa'igtu soo toddobaad baa jooga jibriil meeshuu doonayba ha duulo cood ka soo baxa dhulka uu maqlo aadaanka ka jira marka maxaa yeelay limaada beytkii u horreeyay ee la dhisay masaajid yaa dhisay malaa'ig aadamaha loo diyaariyay waa la iskaga tagay marka xidhiidhka samada dhulka ka dhexeeya waa maxay waa xidhiidh waxyi nuurun min allah wey wixii ka soo haray waa iska lagooyo iyo madadaalo soomaali waxay dhahaan hadal waa murti iyo madadaalo وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم ما واذا تسين ما اذا تساوي يا بندق على ما يمحو الله به الخطايا وحي الله كترتره جففك يا ذنوب تجمع خطيئه ويرفع به الدرجات لإماشيه سن الله وددك كدل عسيو درجه سر وكسيو قالوا بلى يا رسول الله نبي الله ها الله ما نوشه ويا دي ما خير بدن قال سبحان وحي اسباغ الوضوء ويسد لو خل ديراد خل نسو مريني على المكاره جمع مكره من الكره وهو المشقة والألم حلية ويسد الله دبسده إيقابه درتي الله دبسده أما حنون أدريم يسو وضد القاضان كرتو ويسد الله حل ديراده أيا إلهي الدنوب تنكترا
dadkana ku dalacsiya darajooyin akhra lagu heela wa kathratul khata tilawado labadsha lagu heela dambi dhaaf lagu heela dalacsiin ila al masajidi masajid tilawado labadsho al khata jam'u khatwati wa naga soo maray wa intidaru salati ba'da salat salat tukana lagu sugo aya inta lagu heela fadalikum midkiina salat salat lagu sugo tilawado masajid labadsho iyo weysada lagu xil dhare xiliga biha dhibsanayso الرباط وخيرك لو نغادو خيرك جيربك لو لابو للازمه فذلكم الرباط روح مسلم الرباط كاسل كيسو وغوبت فورنت عدو ولا غفلن يد كنغات ادو مسلمين الدفاعيه نفط هذه مال كان يا كفرني روح مسلم مرك عدو وحو عسلا شيطان شيطان بات كرئيسي مرض ويسدي ادو دبسان كو خيل ديراتو مساجد كو بداتو تلاو كو باديسو صلاهها سكتو اميركي قالت يعلو إلهي باتشبسي إيه إبليس يعيدا كيس رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن نبي وحول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل ننك هذا ركتان روح مسلم هذا ركتان يعتاد المساجد مساجد كن نقط كودي كتكت كود عاد كدغاني وفي رواية إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد مساجد فاتون يكور قبا يكور هينا نظافة دودي لسمه دي قرحن تودي ادقن تودي كتكت كودي وحكبر شضودي لأن آيات والنبي عليه الصلاة والسلام مخاطق شديبا كتوسها هي نينك مساعدك كردقان مساعدك كور قبيع كبضا فاشهدوا له بالإيمان إيمان ومراتك قال الله تبارك وتعالى محاو مخاطق حديثك إنما يعمر مساجد الله مساجد إله وحا عمره وأجمع العلماء أن من تعمير المساجد تعلم العلم فيه ونشره فيه وحي كو اجماعين مساجد الله عامره وحاكمه او كوكا علمي شرعي ان لو برته امه لو برو لو باهيو واولا او وين لو قبطو ان لا دسو با كميده عمارده ان لا نديفيا كميده لا ادغيو قشنكا اي اسغا لغا الىاليو وحي مساجدها وحتريا صدرت بفقاد عسكو خلافين هدي اذان كلا اسكو قبس انا ادمي والله نبا نمن في عنا علماء ايهين اذانك صح يا فقهاء اهل الدين نين مسايدك او وحتر من او سن وحترين كي اذانك لو ديبا يا بين فقهاء يا نين شنت الصلاه بو يمادا نين كورنت مسايدك بخيا مركي غوشو نغ دماتنا غوشو سو غدا وحو كو قبطا ويسيدي سو كو ورقبا نظافة الزكاة والرقبة شنطة وقتنا وكنت كذا أذان كيف الله سوق بتي ميزة كرول لو كلا فضي الله أننا إسحي ستانا مجر ما لو قرطور مثل نمبا لو دي بأذان فوق هذا وحيو بدي نمبا لو قرطور مشان مجر رقم بس إنه نين كان دنا يستهى إيه صلاة مشا لسو آذية إيه المسلمين توحوق وقف في الليل أحبا أذان لو دي بمهاي يا لو دي بهاي ننك بيتك لا يحترى يومضنا أكل يلودي بيا أحمد الحور وخطأ إن لو قرطورو أبيه بمؤدن هود أنت يقول كأبي مؤدن أها يوضيك لا أسوق بتنا هذا يلودي بيا يقول كعقل ما شق قرطور ما يلين فوق هذا اللي ما شن نعرف لما قيب سنة محل قيب سنة يا حل بل قيب سنة يا ننك هسه كحق بدموي هدي نين كاني مرك إنما يعمر مساجد الله مساجد الله وحا عمره هذا الكتوغني واسدا متك تبنى مساجد الله ما عمره وي قال يا مرافق مساجد ما عمره هذا الكتوغني سوق وايضا كعد منطوق وحل الى ذوي إنما يعمر وحا عمره دريلا نظيفية دسا كتو كذا إلهي كحصة مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر اللي آخر أحد كرميه وأقام الصلاة صلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ضدك أعماشا لي مادة
ee laga heelaa mudan in hanuun loo qiro ama ilaahay hanuuniyaba xadiidku waa la mid marka ninka masjidka camiraya ka warqabee dar yeelaya ku tukanaya ninkaasi iimaan looga maaraatay kaco aayadii xadiidku waa isku mid xadiidka caanka ay taqaaneen toddobadii ilaahay hooskii saarsanaysay maxaa ka mid ah warajulun mucallaqun qalbuhu bilmasaajid ninkani masaajidka ugu laabanay wuu jecel yahay wuu danaynayaa kii kale mucallaq ahaana wuu jeclaa way isu yimaadeen aayadu toobana ku qabo isku meel bay u socdaan xadiidku marka xadiid culus weeye xagga hoose wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay tirmidi wuxuu xadiidku waa xasan gariib laba meelood buu ku soo celiya jaamiciisa labadaba wuu ku saxiixiyaa wuu ku taxsiniyaa cafwan wadaadka muxaqiqa wasta wuxuu leeyay xadiidku waa daciif sanadkiisu waa daciif buu cafwan fahuwa min riwaayati daraaj can abi samxi wahiya daciifatun laba far baa ku godanoo farta koobaadi warku meesha ku sheega waa khata sabqu qalam weeye daraaj iyo abu samxi laba nin meeha waa hal nin daraaj baa magacii kunyadiisa le abu samxi la yidhahdaa daraaj ibnu samcaan waa la sheegay daraaj abu samxi abu samxi waa kunyadii wadaadka daraaj ah xadiidku waa min xadiidi daraaj abi samxi can abi lhaytham can bisciid alkhudri حقه حكى قاطع من حارث المصري نكل اورنج اما املايع اما حي بن شريح وترجمه مصريه وي تامرك وا ميداسو مش و خينو شيغي و خو ربي انود عن دراج ومن روايه الدراج عن ابي الهيثم بن ربي انه يلا هذا مش و يلا عن دراج ومن روايه الدراج عن ابي السمح عدا انسكو كتاب كيسنا قال لي سو اسكو ميد منين خطا اسكو اوغادا وا خطا وحا لا يبا انو كو تقليدي كو راعي wadaadki bashaar ahaa bashaar bin cawaad taxqiiqiisa tirmidi markuu taxqiijinayo sidaasuu qoray fahuwa min riwaayati daraaj can abi samx waya daciifatun sidaasuu u qoray raqamka wadaadka muxaqiq kuu celiyo qudhigiisana wey wuxuu bashaar sidaa ku leeyahay marka inuu soo qaatay waa dhici kartaa taasi waa mid midda kale sida sawaabka tirmidi markaan marayna baan ku sheegay xadiidkan waa xasan hadduusan saxiixba ahay maxaa yeelay tarjamada ah daraaj abi samx can abi lhaytham can abi saciid alkhudri can rasuulilahi sal alay wasalam waa tarjamaa isku khilaafeen muxadiidka waaweyn ragga yararka iga daaya axmed ibnu xambal iyo waxaa isku haya saaxiibkii abu zakariya yaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin wuxuu leeyahay daraaj dacfi baa ku jira laakiin tarjamadan ah daraaj abi samx عن ابي الهيثم عن ابي سعيد هذو سند كويمادو لا باس به ترجمه ترجمه في عن بوله ما هي ويلك ابو الهيثم واغون وسوكري ابو سعيد بسوكري دراجنا وارض خاص لازمي ابو الهيثم رقم ضمبيك وحكى قادن هينا دوان من حفاظ وركود اسك جوجي ابن معين مركو وحو لهي ترجمه داس دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري وترجمه قويه اردغيس عباس الدور ولو سؤال كعليو دراج وسدن كو وري حديث كترجمدان احاديث مناكير ووري بو شيغي اورسا ونقن كرتا ترجمه في عن واثقات بر خطا وملك لو كيما دان لكن هذه ترجمه سند كان عن مصري عن دراج ابي سمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد وقوي بوري احمد سوق وحو يري حديث دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد فيه ضعف فيه ضعف يا تحسين كثير من ويسكينيا ضعيف ما دين لا سعاد مخو كيري فرق با ودخيه marka مصطلح فان سنت هي هي ضعف با كجريو وضعيف هب المسيح يقبدنيو وابر وي كلا درنت وسكر ذلك يا ليو ممر قوينا وي كارونت هاي ليس بالقوي ليس بذاك القوي بيكلا شارم قول يا محدثين تا سا امس يخوغن ايو ما خوغ بدنو يا ما خوغن وي كلا دوانت اي اذا تحسين كترمذي وا دقيق جدا انت وحا دهر ابن عدي با ترجمدان كهلي مركاس و خو رجحي راي ابن معين بو رجحي حديثه وحا صحيح يالي ابن خزيمه لبا جير بو كسو صحيحيس نفس الحديث كونه حكومه ولي باب وبابست دليل كانه هي نبي روح مسلم كي مساجد كجعل اي لازمه اي كبت ان ايمان لو قر حديثه كان و حجيست لو غور بسوعلي من حبان صدح جرب بسوعلي اذا ابن خزيمه صحيح يا لي ابن حبان حاكم و هو يري محدثين تو اسكو وافقين
إني صحيحتها رواية أو دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ترمذي محوك يجري وحديث حسنة واحتج به ابن القيم في طرق الحكمية أماراتك يا علامات كأن لحسكان كره مركو كهلي وحو يجري أستامها آدمها كم مغضاي حمائي وناك بو الله حسكان كره حديثنا وكان شذي نيك مثالك كبطي يا كور قبي يا جماعاتك كنتو كنا يمحنو قرينا وناك با إيمان بالله قرية آيات القرآن كان حجسي على تعال رأيك راجع وحاوي ترمذي صدو الشيخي أيا صحن حديثك ضعيف ماءها هدي ولادك محقق أو دورة الرأي ورانا يا ضعيفنا كن راحي ما إنه وأدنك اللوب بدن ياي رأيك ابن معين با صحة ترمذي با يا كن راعي ابن حبان ابن خزيمة حاكم من إجماع بوسوقوري وهذا الكيس الضادي كنت الآخر يوه ما قال الدين هذه تيكستين ينكالي هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتها غير أن صاحب صحيحين لم يخرجاه وقد سقط القول في صحته نقل لي ذهب وحور قلت دراج له مناكير أما مناكير بوريا ذهب واخل ضمي كما هل حاكم دراج كالي وحكاها اللي سلسلة السورة الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد حول هذه ترجمة للمصريين نيو حاجر قوني مك الله ما كان تبر بضني لكن شيخ خاص مرك الدبتة هاي هاي يا شيخ والشيخ لورسان مر كان ورويا وأنا توفيرية ترمذي هاي ابن معين حفاظنا يفيرية على تعال هذا القيام إن أنفع هي ولي هاي ابن معين كفيرية تاريخ دي تاريخ معين من رواية عباس الدوري شنكون صدنا يا سقال بدك إيجي كرتا حديثكم مر كانوا سجيا بينو مرينا حديثكم كانوا سجيا بينو مرينا إذن مسجد كفضائش وحاكم ذا روح كوبا تقدر يلا كور قبئ حكس ذا اللغة مراتي كعكره إيمان إيمان إذن ما لها كتب العقائد مكان مريسان شهادة بالإيمان لقها الله ومسألة اجتهادية شهادة بالجنة أو النار بمسألك لا أما إيمانك وكد وين يهي باب فضل انتظار الصلاة وحباب يا فضل كجرا الصلاة ولا كرتو ولا السجو أدو تيك لا ميتو كذا تيك لا أتسكت وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة مكين صلاة كزور ما إنه صلاة كجرا حق فضل اللوجي ذا ما حق هذا القيو أحكام الصلاة ما ما دامت الصلاة تحبسه أنت الصلاة يا حنبي سماش يكو هيسو لا يمنعه سنود أن ينقلب إنه قدوم إلى أهل ريركيس إلا الصلاة صلاة مويت يعني واحد كليه كهر تاع إنه النقض وحوي صلاة السجية ويدود هاي بالهاكين وحب الشاهد دورنن شاكية هؤلاء ويركادي برصلاة وردتكو أنتو أفر ديو صلاة بكتيرة أجر باقو صعودة ملائكة صحفة إذا قال إنك باقو صعودة متفق عليه إذن هم مالكم حبلو أرداد وغيرت من سلاتك مركو روحان قصو قال هالباطل بان قصو قلينا مركان بحيننا كذن كأن الديق واي يؤدى يريد واي نمط ديقضه وعنه رضي الله تعالى عنه أبي هريرة ويدا يا نودن بي أساق يا نودن بي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة ملائكة إلهي تصلي وحيود عيسى أما أنت على أحدكم مدكين ما دام في مصلاه أنت فلي مشو كنت كذا قوبت كنت كذا الذي مصلاه صلى فيه كنت كذا هل كي أتكت كذا يعني لقتنا الله من شرط معه وعلى وجه داون أنت مسك على كبحين ضدنا حق أدرك أما دبوا فريسي عليس بلها تصلي إن يدعى عين الصلاة وهدير لإطلاع قوة أمان ملائكة ضيكو أمان تنا دخير وناك بك هذا مراتك عدي تصلي إن يدعى عين أما أمان يس على أحدكم متكن ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث هدوسا بدع الله إيمان ما لم يحدث هدوسا ويسد كتبينه نافع إيسان كإيمان أبو هريرة لو يدعو حالة يزود عكرتا مساعد دحدي إن حدث يماد كيو إنا باللغات وحور فصاون أو ضراط وي وأن نفتي يرى إذا أمتي ويني إلا إذا مساعد وي وي وكائما كرتا ضوف وليها ولا كلام بقتره إذن هذا الدعاء إذا كوي ويا أمانتي حدث كي مركب معنوها وعقدها هي كي ظاهر كاي ويسجبكها لبض ولو فسرها سلاد بيتك تيسا أضو فرديو وردين هيا والله تميت هول كله دعاء وقصة درة الشرك أولياء الله أديك باتري دعاء ملاك بس عريس دعاء
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة نبي هبين بدبو دقي صلاة العشاء صلاة عشو دبو دقي إلى شطر الليل هبين كلا بركي بودب دقي ثم أقبل علينا بوجهي وجهي سبرا كيس نابو نبي الله صلى الله عليه وسلم قابلي بعدما صلى أنت أمد تجي عشاء وتكذي فقال وحجري صلى الناس ضدك واتكذن ومد بدنك يا جمهورتي ورقدوا وانا سحذن واجي بصدين ولم يزالوا تزالوا إذكم ميدا كبح ميدا كزول في الصلاة إن الصلاة كجرت حق أجرك منذ انتظرتموها أنت تذكرون يسين أنت تسوق يسين عشاها صلاة بد كجرت حق أجر رواه البخاري عندك عطوسة يا نبي وعائد سبضا وحي أهيد وأبضنا صلاة عشاء إنه هرمريو إنه ددجيو حله رينو تكذو حاكتو صحيح هبين بو نبي عشاء الركادي او ديبو دقائي بات كفا ميسا ان او نبي قبضنا انو هرأي اتكادو اصدقى ايقية مصلحة الجمهور ولذلك شابعو وعيدة هذا دي جماعة ايو ضد بوردن كتريو كليج اما جماعة محصورين واسيقان اي رير ملو ذا الدقان حافظ رمساد اقو اني هاي او نسلم سنين عشاء وين افرس على قيو طبعا كفيد نمو وثلث الليل لقي ساسا فضي بطر عشان مخرب كن الله عد بينا يو عامد يدد كاد سود عليه ما أنتوا إن إنها سوق بسنا هي أما عروتك سياحان هي أي الله قد نين هي لكن سيدا فضك بدو حاوي حلق النبي هبينك قلت كذا رواه البخاري صدرت ذوق عيد أهيد وحافع عن مركة قاركود إن شيء مستحب كيف فضل بدن لقطته للتأليف ويستحب ترك المستحب مؤقتا للتأليف يعني سيدي فضل بدن النبي وادا يسوى مستحب قد إيه هي يوقف قال لكن مرمر وإن ضدك سيسن أولو بين هبين هبين عشاها طبعا كفي النبي لك قارسيه صدح صعية بر لك قالوا ما كان الله بقال لينا حلق أنا أوفع عشاين لنتو كذو لكن هل كي نوران كل الله بانينا هديك الوال اللوبي منكر بوقت دم بالله قادا أدال لكن ريب شريكات عشا كوكيسو سقالك يبرك كوكيسو مردم بإمام النقون ميسد فضل صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة وحباب هاي صلاة الجماعة فضل جماعة حكم كذا بالسكوك من رافع جماعة من السلف وحيقبان جماعة وفرض عين على كل مسلم من الذكور بالوجه هذا وفرض عين بيكوت هاي رج ووين بالغين تمكلفين تين جماعة كوت كذا جماعة من السلف بيكوت جاي بل تابعين تقاركود وعطاك مدي هاي أو زاعي وأتباع التابعين الكبار أيا كنت أحمد حنبل باقبة جماعة من السلف باقبة فرض عين أحاديث بدون وضع من دون تي وكوان لشيء دونين باب يا باب يا ودري شديد وإذا دوحي هذا المي وفرض كفاية جماعة إن مسلمين جماعة يوغان ومساعد الله عامره فرض كفاية وي لكن قوني هان صادوا كاغا صحيسة ومذهب كالشافعي سيدة مشهور كأه أدي لبن بانا توسيس نما وحيدة هذه ما هو سنة مؤكدة فرض عين ماها فرض كفاية ما هي وسنة مؤكدة أو أن لفظ يستعان بناني ساوحا كنت حنفي مالكي بل ورأي الجمهور بان ليدا هذا أنا ما قال جمهور تماشي كسبوه إذا والله كلا دقا قيبه نمان ذاهرية اللي ويقدرين داونا علي ومر لوتيريا مرنا أصحاب سالوتي أي وحيدة جماعة وشرط لصحة صلاة صلاة الجماعة جماعة وشرط صلاة الله أنت ما أصحيس ظهر نك كل جيت كذا كما أصحين وشرط ويسلان أنت كذا يقول لم يدي هاي ما الكاس يكون رفتين رأي ظاهري وأسوق وضعيف لا دليل عليه حق إسكجي رأي أورني وسنة مؤكدة أنا ما تبربطنا أدلة هاي حجنا يسا أو في عن ما هاي إنه إنك الصوي وزير يو سنعاني يو شوكاني وذا ديه الضنبي وهابيدو تعلان ترين أي رجحان هذانا دليل كذو محيوك بدنو لا بدا رأيي وافرض كفايو يو وافرض عين لا بدا ساحيوك بدن وحاس إلي حيوك بدن رأيي ورانا إيه فرض كفايو إلا شافع بان آيه
in bilaash looga dhaqaaqo ma ogeley labada ra'yi bay ya u xogbado adduun ay tilmaamaysa almuhim dhaqan muslimiin weeye waa in la ilaaliyo fudaysiga jamaacada iyo ka tagideeda min qayr udhri waa dhaqan munaafiqiin waa in la iska dhowro waa in laga taxadaro bishaayda waa in la camiro salaada loo dadaalo wax kala badan ma haysaan عريم بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة وذرت صلاة ديرو سوى ذكر صلاة اللوت كذاي أفضل وحكف ضبطنت من صلاة الفذ الفذ والفرد فذ هو الواحد يقال فذ الرجل إذا انفرد عن الجماعة قول ما كان يستعبد أو اسم متحده وذرت كذاي بعداش فذ قال لي هذا أفضل من صلاة الفذ أي من صلاة الفرد نك كلي يا صلاة تكذو حكفض بدن صلاة وذري وذكر لو تكذو ما حد يرتاي بسبع وعشرين درجة لباتن يتدب الدرجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة نمانك علماء ورنا يوا فرد كفاية حديث كان دليشنية نبي وحينو شيء صلاة جماعة فضل بدن يا صلاة فردي أو ها لقى فضل بدن يا هذا فرض عين تهي صلاة الجماعة نينك أسكالي جيتو كده الدنب بها لو قر لها فضل لهم قرن بيلي لأنه فرض عين لقى تقوامه ترك واجب محوك هنا ترك واجب عمدا وحوك هنا تفسيق دنب وكان باتفاق المسلمين مركة فضل بحق إيمان يا بيدي مر بها دي دنب اللي قو قرأي إذن وهم حيوا فرض كفاية شافع بقاب هود اللي جدون كقر ليه وهذا بدلنا واقول راعين وان لو قري ان سيدا لا يدا هذا لكن حق استدلالك اسغان كو اركاي نينكي اوري قابكا او دغا حديثكن كان حديثكن كي هرم بولا مديهاي صلاه الرجل في جماعه الروح مسلم كنت كذا ودر يا جماعه تضعف ولا لا با حق اجرك على صلاه صلاه سيبا لا 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 با او لا بدشا في بيتي كنت كذا منفرد ما شرطيا بيت كذا جماعه كنت كذا وهذه هوانك هذه عرورت هذه يدرس قادر عن جماعنا عن جماعة يسنة وصلاة الفذي من نقنس تيم مساعدك يسنقاري لكن من نقنس صلاة الفذي على صلاة في بيتي منفردا بلغا وضع وفي سوق سوق دكانك تتكتك تكاليغا يا صلاة الجماعة وكال الفذي بدني قليه الدكامة يدرس كهذا يسكو جماعة يستان صلاة الفذي نقن ما يستو بلغي ولغا لما فضغا يستو حوش عيادة ما حيدير تو لغا لالاب يا حق اجرك 25 ضعفا لباتن يا شان لالاب ولا جباري تيور لباتن تدوب يا تنا ولا تن يا شان ودا دو اسكو مان دافيت قاعده هران كو سو شيغي اها القليل ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير نمن با مري لباتن يا شان تو مديديسو ريح ميسو لباتن تدوبده من هالكاس المرينة وحيليه مركو النبي وحالوش قال لباتن يشن وقال له كريه لغاية طبع الله قد قي وكان فضل وعلمك ما لم تكن تعلم وي من وحيد مئه وبحسب صلاة الجماعة كل با صلاة ساد اتكتي أركان تا يشروط تا يآلاف تا صلاة تا يخشوع تا يويسة تا صلاة ما يستئماش تكسر الله يسي يمسد كأهل التوحيد انو يهي انو كلب كان يهي ان جماعة يرتهي يا إني بضنتهاي مساجد حال الضوض إيا أديك حال كذا يا صلاة مرة لا تضرب درجة قاريسة مرة هو صدع عيسى صادرتيت مسجدك قديم كائن اللي قلت كذا يا كخير بضن عند السلف الصالح متك عصب مسجدك أهل السنة هو بدنيهم باك خير بضن متك أهل البدع عوام المسجد هو إيمانها يكل بكان قلون كوكب بدني قلون مطغانا نمنكو قبضة قنون شرها لو يديو ايقا قلون كي يقانن المهم صادرت مسجد كأسوك عصب ايقدار لقرد السيم مرم بدن بابا قلاهي مسجد درار بابا نغون كرا مسجد درار بابا نغون كرا صادرت مرر بدن مولعا مساعد بنو كهر ريان صور دافا ونساق سوء آده انتان حسابك لو ايقرسون آنا شيكين ورقا مياد فانتي خير وي وذلك أرنك أسقع أرنك أسقع صلاة إن صلاة أذ كنت كتي جماعة إن كفض البدان تهمت القرقة هذه السوق أذ كنت كتي محوك إمانا يوي وتعليل حقين فضلك إمانا إلا الله بك إلا بجبركس
أنه إذا توضأ هذو روح مسلم كويسقى توفى أحسن الوضوء ويسد وناجي ثم خرج إلى المسجد مسادك وسؤاده لا يخرجه أسوء سنسو سار وسنسو بحين روح مسلم إلا صلاة صادوحا كأي هؤلاء كذا أصعطا بلن بات كل هذا مثلا وحأصوك عضي ننكينا أن لك أنت برصلاة نكسي فائلس وإن ارتقصت كذا وين صلاة ويا للربا ويحدن بيه كون راعة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وي لكن وجدد ويني وإن نقطة صلاة ويس الله تمد أتفي عن وأجاسن تيك دمنا مسجد كالسوء دي أظن أصوب بحن وحن صلاة كاين لم يخطو روح مسلم كما طلاب صدى خطوة طلابه إلا رفعت له نكا وحلو كريلا بها بالخطوة الدرجة درجة للدلعسية كرب الله الدلعسية وحط عنهم روح مسلم كيسدا يلي وحال قدتشيا بها بسبب الخطوة خطيئة قف بالغترة فإذا صلى هدوت كذو لم تزل الملائكة أضمه لا يقيمها بنا كزور ما أن تصلي عليه إن يدعى نيسا ما مانيسو ما دام في مصلى أنتم فردي يمشوا كنت كذي قبت كنت كذي ما لم يحدث دوسا دم بالله إيمان أما أوسا ويسدو شبين تقول الملائكة وحيرنا نيسا اللهم صلي عليه إله أمان اللهم ارحمه الله أن حريص ثم الصلاة يا الرحمة والله القادر صوابكنا صلاة هذه لا إطلاق الثناء بين نقطة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لك لقد والعطف أصلا وحوكي أنا يقتضي التغاير المغايرة اللهم صل على محمد الله ونحر يسميه وحوي الله أمانوي أصل كده واسدة ابن قيم بحث دير كل جلاو الأفهام في الصلاة على خير الأنام لغويين وردي فقر لكم لصمي بحث أذو قيم بدون بلك أذكر كني بمسألة ذاك ليه في الفرق تفريق بين الصلاة والرحمة والمغفرة أيضا دليل حديث بوكياني لغة شواهد عربية من البوساري وركي أصدقى بحثك وحاقة وذلك الشافعي السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشافعي أسكفرية وقال لك الجيدرية أصور أترني ولبع دب ما لها مهمة وحاوة علماء وحيوة قرآن ويفايدة أشيغان ومضى إني كفا يسوي قادو داترة شغل بايسكالنا وآخير هذا سو غور سو ناغينا شيخ بدو فايديس الله الا وحلا سوده محلو شيخ وانيغا اي تيري بدينما وي وما كان نيمو ولي انت باكو نفضحه وي في عندهاي اي ومن بركه العلم عزوه الى قائله قاعده مطلقه ما عند العلماء بحثك ادو استنباطي ان لغا هورين اد ديدك او تيرته نفتو كاغا بخي لا سو بخداي كا وي كا لغا هلاي كان لغو تيريا في عن أما المسائل المشتركة هي وإن لا شيء مهم عد له إلا مش شيء هاي وحاضو استنباط ده أذو نفتك عقب هذاي وحولك خاص هي واختراع حقوق ذم معنى ولا إلى ليك متها لسوش ومن بركة العلم نوي بس ده وقيدنا وحلا قال الله يعوي أذكر كيس كل شيء جاي الروضة بقى ونقطة كعلمي خاص كألوج ده عزو أما العلم المشترك حزق شرط ما ولذلك عبد الرحمن يحيى المعلمي كتبتي سعقدك ابحاث ابن تيميه ودم بنت سوقاتي او لغه يمنيه كشيغي بو طرحيي واجد دنبا حجاز واجد جوغا لو محالي وحنا شيقتو دهولي ابن تيميه ما اوتيريس شيخ الاسلام حوري عامة ديني علمك ان لا تري واجبك تايو اي في عندك كلا كلا فهم الفوق قاضي رسالة حقيقة التأويل كآخرية كلا فهم بابك waxaan jaamacada hadda idin ku wariyay wax walba sheeg nafta idin kaga qaaday niman magaana idin helay magaan hadduu ku taliyana adna magaan u baad noqon warka inaad faanteen baylata allahumma rahimahu allahu naxariis inta waa iska kaftan kii tarafka cilmiga walaa yazaalu ka zuuli mahayo fii salaatin saadinu ku jiro ruuxa muslimka manta daro salaa intuu salaada koranayo meesha hore ee maa lam yuxdista riwaaya muslim waxaa ku timid maa lam yu'di fiih هذوس أمضى ماشى كل من لبا شرط وي ويسدوني سنكاجا من باشرط يا مد اللبات أمضى كل فرد أنا ذا دبنا وشرط مدى شغل كل فتيه مدى سنجيري الشير كل بتيه مدى سكس أراه كل بتيه مدى القرآن كقرأ وقاديه وحصل وارد لما أقوله صادرتي صلاتها الجهرية هذه إمامك نافع وقال كاتي مادو وحب قراءة هل جارين هوس وتكلي قاطع قراءة وين أثري ستو هل لقى ورديو أذكرت هل لقى آخر ستو
هل قاد بسم الله الرحمن يا دوشي غيسا سادي لقى بحلقة تقوى كليا ما يفهمتي منفرد قراءة للجهرة هيا هل مرم بالله هيا صلاة الليل هداد إمام تهي لجهر هداد منفرد تهي صلاة الليل لكن هذا كل جاء هذا مية إلا أنتم عندكم مغنى عتال وحكم كامر ربنا لأنه أدلة أنكم نقدينا ما هي إنه نبي محمد يا صحابنا كم ابن عمر بموطة أثر إنه مرة يحوج ولا سو تبيا إجابة داية لكن تنظر كوجه يستوي حوي جماعة كاه الرئيسي مسبوق بضاهيد صلاة وجهرية ومد كب حري كل جاء عتال هي لما أقول متاعي هذا معي نصب كويم مساعد كم كان لجوا قراءة يا الله يسكت لي من كره وقادنا يا وحن عاود أنك على جامعة قاس وحق الدرت شو ما حب ضرر قاضي كذا جواب ماي لأنه سؤال شيء أنك على يبغى تكبر حضي صلاة الجماعة العشاء كلها أفتبان كوري هذا يدوم بس أنك سوق قاعد كل جاوي يحب قطب إحنا متجر مياد كسي دير زاو الضنني زام الزاو صبض آخري وما تفرد إذا محل قصة من يكاور دنيس من هو أمس إن ثلاثة رمز من هو أمسنا إلا وإذا قراء على فاستمعوا له وأنصتوا بالسكوت جاي مثلا أنا كحق بدون كل جاوي تأذى أمس أنا كورد كان أنا وطنين وهو صبض ودكان كي حق مدن جماعة هذا جماعة كلا تجني سكوك ما هيسون لكن ما قد كل جات هاي ملا جابا قال متفق عليه وهذا لفظ البخاري مساعد كنا يكون بنت أرود سادة فجر ما قد كسر تقدام فيري قال يا مرة رنك وده شيء ده هاي وصف قاطع برضه هاي استعمل بوع تاني الهيا إلى أي كب حان مور دي كرت قوة سر القرآن كجبين إن هل كاسا قاس بيبقى هو كعير هيا سيد الله حمن هيا مكان مر الله يابس والله ياب هوش على شوشي كلي هذا تاي سأستر أنا كان هنادي بيت أذوني سأستر كو أنا كان هيه هنادي بيت هذا كلي هذا متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي جو حاويمت رجل أعمى نين إن دولة وأرق إله كقاضي بأويمت فقال وحور نينك يا رسول الله نينك أسقى وحلو بدن يها إنو يها صحابي ابن مكتوم أها حافظنا واقع نقاشا وحقوق مرن بك كيني صحابي وحور يا رسول الله رسولك إله وليس لي قائد هجم ما هيستو نين إهجا يقودني إيسو هجو إيسو قانشا إلى المسجد المسجد مركان أبادو فسأل رسول الله رسولك وحوه إذا أدون كاسين دولها أن يرخص له أن أفصحه في التخلف هوي عن الجماعة فيصلي في بيته أقرس وكت كذا نبع الله يرخص أن أقرس وكت كذا ما دام أنا اللهين روح يسوه هقو مساتك إيه كينا فرخص له نبقى أؤدمي ترخيص كنا أسأل كيس وإنه نهي كوه الرياء شرطي مفهوم كمركة مصطلح فقه أصولي قال لها الله وأسد غالبك فلما ولى مركو اسم الشيري إذن كي أقول رقاقي دعاه صوبناه أجيري فقال له حكوري هل تسمع النداء آذانك من مقاشاه وحان لو بدأ ندهان إن إقامة لك وضو هل تسمع الإقامة هاي الأحاديث كالي أيا سيدا كفة سيرتي وعند أحمد كتمت هل تسمع النداء آذانك من مقاشاه بالصلاة صلاة الله سكوكو جيري قال نعم هاب ورفقان بحرف أجيب سو عجيب إمام آذان كاس هذا لو يرى هيا أما تذكر لو يرى بكم تاعي رواه مسلم وعن عبد الله عروبة يقول وفرض عين جماعة حديث كان يدلي شدا وإذا دي يقول وفرض كفاية وأن كوسور من الأدلة دودي فرض عين وي إن دولة أحد كم مضان إن لو عدر دار ومتريد هذا أظن كان النبي أنتو رخصي أوسي أيوه حضرنا مركو قيمة اجتهاد كيس يسبدل أيوه واركي هدو سوها مكسدو إنه ذلك كرو جماعة وإيمان كرو فرض عين تموسى كردين
markii horena xaaladiisa uu curdaalku sheegtay buu nabigu qiimeeyay, kadibna hadduu istahabiibo oo dadaalo inuu iman karo uu arkay. Abdullahi Maktum hadii laga dhigo wayba tahay oo saxaabi aada u qiimo badan oo asagoo indhoola ah ragga indhaha qaba ka xoog badan buu ahaa kana dadaal badan oo ka iman culus. Marar badan lawa taga jira Madiina maamulkeeda iyo imaamada masaajidka dagaalkii sanadkii 16 hijrada dhacay Qaadisiyan ragga ka qayb galay buu ahaa isagoo indhoolu duulay. Ciidankii Sacad waday Qaadisiya qabtay Refurus sankooda caana ka lisay buu ku jiray bandiiradii ama calankii muslimiinta ninkii hayay buu ahaa. Intii dagaalku dhammaa ninka hayay buu ahaa. Qaadisiyuu ku shiiday iyo maye wuu soo noqday waadamu Madiina ku dhintay, laba baa la sheegaa. Waa nin halgamaya. Nabigu wuxuu yidhi maayo Cabdullaahi, adugu ragga lamitiin dhoolnimaad waa indhoolo kale soo hamagso. Wuxuu nabigu ogaabuna ku xukumay waa fardi xoogaal, xukum caamana ma aha. Indhoolayaashu kuwa adkaysi badan oo gedsi badan oo waxaa jira dhagax hadday jeedo bal ku dhacan bay iska soconaya. Iyo nin hadday saa wax u taabtaan guriga ku urursanaya ayaa kala duwan oon isku baab ahay. Wadaadda halkaasay maraya in la yidhahdo waa qasab. Maxaa yeelay ijmaac baa jira, ijmaac baa jiro jamaacadu inay ku dhacayso bicudrin kalmatari walmaradi walcama waa masala ijmaaciya cinda alculamaa. Markasaan ijmaaca loo qarayn loo dardarin waa in naskaani la awulo. Haddaana idiin soo sheegay qaacidada keenta تأويل كلام المعصوم إيو هي عدم تأويل كلام غير المعصوم فارقة ودحيانا وطومرتين برضو من يقوم سؤالين كرتا. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم رضي الله تعالى المؤذن نبي أذام رضي الله تعالى أنه قال حافظ مروح لي سياقا ضمبية كاهوي وكال دوين هنو ننكلو إن دولا أوي نو يقرط يقاضي عياض يا جماعة سيوط وحي مرين لبدا حديث فنين كي قبصتي واقصة واحد لقل قيبية إليه أنه قال يا رسول رسولك إله يو إن بل إن المدينة مقال هذا المدينة لا إله هذا كثيرة الهوام وي حلق بدن طيبور ومقال حلق بدن هامك واشيء سنطة لمسك هنقر الله حبا النعاس والسباع وين دواك بدن طيب kadafka ku badan oo jiifaga ku badan oo libaac dhurwaaga ku badan oo dawacada ku badan oo waxyaabaha dadka sayra ama qaninaba. Faqala rasuul nabi ciidan nabi allahu ma hadhi karaa. Faqana wuxuu yidhi tasmacu hayya cala salaah hayya cala alfalaax war salaada u kaalaya libaanta u hooya ma maqashaa dhagtaadu ma ku dhacaan. Nacam buu riwaaya nacam nabi allahu waan maqlaa faxaya hal hadaba kaalay salaada imow. Rawaa abu daawud bisnaadin xasan xadiidku sabab buu lahaa axmed baa cadeeyay sababka. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabigu masaajidka soo galay faraa finnaasi riqatan jamaacadii oo fududa khafi halkaa laba nin baa fadhiya geeska laba masaajidku waa cidlaba waa halbaateen nabigu waa ka cadhooday. Markaasuu hadlo wuxuu yidhi haddaanan wax kale ka baqaynin waxaan hamiyey in salaada loo aqimo on galo markaad gashaana dhalinyaro ururiyo xaabo la soo guro niman salaada ka hara jamacada aan guryaha ku gubo. Hadalkaasuu maqlay markaa saxaabigan Maktuum indhoolaha meesha fadhiya markaas soo istaagay nabi allow mar baan u hadii indhala'aanta la hadhaay ma kuwa buulka lagu guba baan ku jiraa. Sababkaasa su'aasha keentay rawayd axmed baan cadaysayo meesha xaya cala salaah xaya cala famaqashaa wuxuu ku timid hal tasbacu liqaama aqimidan ma maqashaa aqimidan nin maqlahaya waa nin ooda ooda masaadka ku haya oodiisu ooda masaadka ay hayso wey laada makarafoonka aqimida geyn haya shan kilomitire waaga caadi loo aadaami jiray aqimida yaa maqli jiray nin halkaa uu joogaa maqlahaya ninka halkaa joogaan ee indhoolahana derbiga intuu soo tataabsado iyo misaalka soo geli karaa. Hal tasmacu iqaama ya rawayd axmed qaala nacam qaala fa'tiha. Waxaa loo badan yahay hawshaani indhoola jamaaca kuma waajibtee waa min baabi saddi dhariica ra'yigaasana raajax ah saan loo fuudaysanin jamaacadana aan loo quursanin loo dhayalsanin buu nabigu u fufuqgoynayaa. Waxaa la yidhi weysha gowraxee dibi wax ku quus qaatee ma maqlaysaan ha muslimiinay indhoola baan halkaa ka istaagnay caryaa salaada u gooya wey macnahaasa loo jeedaa ee ma aha indhooluhu jamaacada waajib bay ku tahay axad qaba ma jiraa.
ومعنى حي على وحوى تعالى كالوي هل حديث مقدر كراها دمسه وان اسك جوج سدا بل كان ان كدرو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده محان ساول هاي احاديث بلان با كتمت من سمع النداء فارغا صحيحا فلم ياتي فلا صلاه له. الفراغ والصحة وعدم المرض والشروط وحكير با وجوبك جماعة كلها إن مرك مسألة آيتها من باب سد الذرائع وإسكع الدهاي مدك إلى جماعة الله فضيستو الله قد تقول رقم المنافقين بأهان جرتي مسلمين مرك حيوان كي يقال ذي منافقين تشبين استهبيب والددال والنبي قوتي ده. أما إن عامه أريد وجوبك جماعة ومسألة آديات وعدو ينمر الله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده الله نفتيد عن سي كجرتان كدارتي لقد هممت وحان دونا دماحي ان امر ان انفر بحطب حاب ان لكينو حاب ان لكينو اما لا سو غرو فيحتطب لا سو حابيو حاب حاب جيل لكين يقريو يدوغب يا واوي مركه لا يكن نبي الله محاضر ثم امر بالصلاه صلاة إن لو أقمنا أما لا آذامنا أنفره فيؤذن لها لو آذامه فيؤذن لها عفوا ثم أمر الرجل إن أنفره فيؤم الناس أمة تجيو خليف أنك دكتو مركز صلاة لا أقيمه أو الله قالوا أو إن أنا هو مركز ويدارته قولي صلاة صلاة واتكهر دين دين كنا إسكن نستا أن قريها كجوبه ثم أخالف أن أو ويدارته أن أهارون أضوم مر صلاة لا أقيمه إلى رجال قليو يرك فأحرق عليهم بيوتهم قريه أن كجوب دش أن كجوب متفق عليه حديث دار بؤها أنت لو قصوا جاب سنة وحكوسي دارته يلي إلهي بأن كل دارته هدي أجان لها ينقليها جماعة كهرها هي إن مركي صلاة عشها أي فجر كتلان أي سهل هيان مرماتين أما لف بورن وحوه هي بالله لقف فين فينته جماعة وإيمان لها ين الدنيا يوحو عدك يلبك عشرة سرادين هي يسوب لهم مزاتك لكن الدنيا الله قيم بدونه آخر وحي وحلقيه إلى يا ليّر. إذن حديث قيبت هذا بعد سعود وشيخ وكتب وحا كجر حديث كف إن جماعة أي واجب تهاي أما فرض كفاية النقطة أما فرض عين النقطة محاية إلي روح بين آدم وحى اللورد بين اللورد باتي وواجب كتجدي هذا يسمى واجب هاي إما على سبيل الكفاية أو على سبيل التعين والعين نبي سيدنا ميد هذا من أهميين نبي فلك مصر من هذا الاجتهاد وحن بنانين نبي ما أهمية الأولي ومعصوم في إرادته وقصده وفي فعله وأقواله وحاكوا كجر مسألة اللي يجوز التعزير بالعقوبة المالية روح الذنوب دمبك قال قادك مسلم كا أما أميرك مسلم كا وحاب بنان إنه كجناحه هنتي لقى قبا أما لقى قورعه رمي هو يقانان نين آن نين مكي حكومة هيا خلط قالي والله يكين بلا يكال يا رمي هشا قيل هذا كذا قاقب على جاك ورعي رتكروس كنت على جيب عبرت الله مرة لقاع عن شغنا ما ديك رت داس واشنا جيت بلا وقح رمي جاء القرآن سنا الله وقح عن والتعزير بالعقوبة الم قرية لسنا والنبي وربنا وجبه قريونه واهنت سما التعزير بالعقوبة المالية نجا الشافعية ولا دوحان وهم منسوخ ولا دليل على نسخ. سيدنا عمر باكو رقمي عثمان باكو رقمي علي باكو رقمي عمل الصحابة كو درسوا ابن قيم با نقول لك بحثي حجاب قبا كسيد طرق الحكمية على اخر ابن تيمية وكالة مسألة عليه اسم الله وحاكا لو كجرة ضدك اهل الجنائن تا اي مجرمين تا ان لا قاذي كرو مرك قاركوت يقو اسدكتي وعشد اسكعونا هاي انتن حابه حق كسو ورسد اون عيدن ديارسدو ان انا بقول دشه دغتان ربي يان هميي بول وابا قل لي لو دعايدي حسبه كميدو هيت الامر المعروف با هو لو دعايدي لبا ان حمان سميان ربا ميل لوغو شيغي waxay dhahayn ba la yiri waad rais liba ku dacaydeen jiray waxay dhahayn ba la yiri suga markay hawsha bilaabaan baan isku qabanaynaa وخطأ فقيا ما ربنا جهل يا قندر تسيسا مرك هوري هوش وضان بمالك لا في جيو ما الله قاده هيا الا اس قاده وي برنان ده مرك قاركو فساد كذا مرك وبطو ها فجاءهم بأسنا بياتا وهم نائمون وي برنان
وهو شو نبي قصمني عليه الصلاة والسلام قلنا حسب هذا وحلاقي يا بائن يور حكا كايا هذا كوري هو شكا كاله هلا أي كا قبتين هذا أنا وحي إن هذا دين يكوار كم ركض والله قال هاي الجرم المشهود بالقربة مركا يدا وهو شو نبي قصمني يحبنا الأخذ بالجرائم على غرة ويبنانتها نبي محمد باوري بالمصطلق وهم غارون ثم قرأ حديث ابن عمر في صحيحين إذن هولها واجران وعن مسعود رضي الله تعالى عنه هل كان ينجو بالعاوة إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى عنه.